بدأ إصلاح التعليم في أوكرانيا منذ عام 2015 بعد إقرار قانون النشاط العلمي والتقني. دخل القانون حيز التنفيذ في يناير 2016 ليبدأ من هذه اللحظة العد العكسي لتلك التغييرات التي حلم بها العلماء الأوكرانيون، غير أنهم لم يتمكنوا حتى اليوم من تحقيق خططهم بالكامل. تحدث بعض الأشياء المتقطعة ولكنها لم تكتسب حتى اليوم طبيعة منتظمة لأسباب مختلفة. الأسباب ليست على المستوى السياسي والحكومي أو التنفيذي والتشريعي فقط، بل أيضا على مستوى المشاركين المباشرين، أي على المستوى الأكاديمي ومستويات إدارة المعاهد، لأن التغييرات غالبا ما تكون مؤلمة. واحدة من المسائل الرئيسة التي تواجه العلوم الأوكرانية في العقد الأخير هي انخفاض الطلب عليها من قبل حركة الاقتصاد ونظام الإدارة غير الفعال وانفصال العلم عن الصناعة، ما أدى إلى وضع مأزوم في المجال العلمي والتقني الوطني. كان يجب حل هذه المسألة على وجه السرعة، لذا أسست وفقاً للإصلاحات مؤسستان جديدتان مهمتان بالنسبة للعلماء. المؤسسة الأولى هي المجلس الوطني لتطوير العلوم والتكنولوجيا. توجد دائما شكوك كبيرة حول سبب قيامنا بتأسيس كيانات جديدة ما دامت لم تنجح الكيانات القديمة. المسألة في أن سياسة الدولة في مجال العلوم لم تتغير كثيرا منذ عام 2015، ليست كما يجب أن تكون، حيث يجب أن تستند إلى المعطيات. ينبغي جمع المعطيات النوعية من الحقل العلمي بأكمله ووضع الإحصاءات والتحليلات مثل الأداء وتحليل جودة النشاط العلمي على أساس هذه المعطيات، وينبغي أن تعمل الهيئات التي يمكنها أن تتخذ القرارات. ينبغي أن تكون هناك قرارات استراتيجية وتوجه ذو أولوية لتطوير العلوم في أوكرانيا. على سبيل المثال، ما هي القطاعات التي يجب دعمها أولاً؟ المجلس الوطني لتطوير العلوم والتكنولوجيا مكون من جزئين، هما اللجنة العلمية واللجنة الإدارية. تضم اللجنة الإدارية ممثلين عن الحكومة والوزراء ونوابهم من الوزارات المعنية، أي أنها وزارة العلوم والمالية والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إدارة الأكاديميات والمؤسسات العلمية. تتألف اللجنة العلمية من 24 عالم أوكراني من ذوي الشهرة والذين اختيروا من قبل لجنة خاصة لشؤون العلم، وستة أشخاص أجانب من أصحاب الخبرة العلمية في تلك المسائل التي يجب حلها. يقول الخبراء، لكي يصبح هذا الجهاز فعالاً يجب أن تتوفر قبل كل شيء الإرادة السياسية عند الحكومة، وثانياً تحتاج هذه المؤسسة إلى إنشاء وكالة تحليلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة العلمية للمجلس الوطني لتطوير العلوم والتكنولوجيا هي هيئة تشرف على أموال البحوث، وهي المنظمة الثانية المهمة التي لا يمكن من دونها تخيل إصلاح فعال في حقل العلم. المسألة أولاً في أن التمويل الممنوح للعلوم في أوكرانيا ما يزال ضعيفاً. ثانياً، هناك أسئلة كبيرة حول إدارته. معذرة على هذه الصفصطة، أردنا إنشاء صندوق وطني قوي قادر على توزيع الأموال على أفضل العلماء والفرق والمعاهد في أوكرانيا بغض النظر عن تبعيتها الإدارية. إدارته يمكن أن تكون تحت قيادة فريق جامعي أو أكاديمي. تشكل النظام التعليمي في أوكرانيا ومعه النظام الأكاديمي والمعاهد على هيئة نموذج موحد. ساد هذا النموذج عندما قامت الجهات التعليمية بتنفيذ طلبات الدولة مباشرة، وكان الجزء الرئيس منها مرتبطاً بالمجمع الصناعي العسكري. ثم ظهر نموذج آخر ارتبط بالصناعات التي نشأت في الأماكن التي أراد فيها الاتحاد السوفيتي الإجابة بشكل محدد عن الدول الأخرى في السوق العالمية، وكان يومها واضحاً كيف توزعت الطلبات. تغير الوضع مع مرور الوقت، ولكن نظام الإدارة لم يراجع بشكل جذري. بقي وضع العلم ثابتاً من حيث المبدأ، ومن ناحية أخرى لم يقف العالم مكانه. فالمجتمع يتطور ويجب أن يقدم لنفسه إجابة على سؤال: ما الحاجة إلى العلم اليوم؟ حيث تدور حالياً منافسة شرسة على الابتكارات، لذا أصبح التطور العلمي جزءاً مهماً من السياسة وتطوير الصناعات الحديثة. يوجد سيناريو لعملية إصلاح ناعمة يبقى فيها نظام الإدارة على حاله، ويمكن الحصول منه على تأثير أكبر. على سبيل المثال، تحسين شبكة معاهد أكاديمية العلوم وتحديد لأي شيء هي مناسبة، وتحليل النتائج الحقيقية للأنشطة، وبالطبع إعطاء المزيد من الفرص لأولئك القادرين على الإنتاج والقادرين على تلبية متطلبات مستوى البحث الموجود في العالم. ومن سيحصل على أولوية التمويل ومن سيتوقف عن الحصول عليها تدريجياً. الحزمة الثالثة الكبيرة المتعلقة بالتغييرات الإيجابية في النشاط العلمي تطال توزيع تمويل العلوم، وهذا الإصلاح ينتظر التنفيذ في عام 2019. يتألف التمويل في جميع البلدان المتقدمة من جزئين، هما التمويل عن طريق المنح التنافسية التي تقدم لفترة محددة لفريق معين لأداء مهام معينة،
والتمويل الأساسي الذي يتم توزيعه في أوكرانيا حتى الآن وفقا للمبدأ السوفيتي. ستحصل المؤسسات العلمية بغض النظر عن مدى جودة عملها على نفس التمويل تقريبا، وهذا يثبط العلماء الشباب، ومع ذلك ما زالوا حتى في مثل هذه الظروف يشاركون في البحث العلمي ووضع خطط المستقبل. يدرس مختبرنا ما يسمى بالقنوات الأيونية، وهي بروتينات موجودة في غشاء كل خلية من خلايانا مسؤولة عن توليد الخلية للتيار الكهربائي. من حيث المبدأ هذا أمر سهل، حيث أن هذه القنوات يمكن أن تكون مفتوحة فتمرر التيار الكهربائي أو مغلقة فلا تمرره. يبدو هذا بسيطا للوهلة الأولى فقط، وفي الواقع كل هذا معقد للغاية، لأن آليات بوابات القنوات الأيونية يمكن أن تنفتح مستجيبة للإشارات المختلفة تماماً التي يولدها جسم الإنسان أو التي تصدرها البيئة المحيطة. هذا ما يقوله العالم بولدير من أكاديمية العلوم الأوكرانية، والذي يعد واحداً من مراكز البحث الرائدة في أوروبا الشرقية وفي دراسة القنوات الأيونية. في هذه المؤسسة تحديداً اكتشفت في أواخر السبعينيات والثمانينيات القنوات الأيونية التي تمرر الكالسيوم وتلك المسؤولة عن الإحساس بالألم. يود أليكسي أن يزود في المستقبل النمط التالي من البحوث في حقل العلاج الجيني. يحتاج هذا النوع من الأبحاث إلى التمويل الجيد والضروري. عندما عملت في مختبر في الولايات المتحدة عام 2007 حصل هذا المختبر المتوسط على مليوني دولار لثلاث سنوات. بالطبع لا يحصل معهدنا على مثل هذا التمويل في السنة الواحدة، لذا من الواضح أن التمويل غير كاف، بالإضافة إلى أن عمل العالم في أوكرانيا منظم أكثر من اللازم. هناك العديد من القيود الجمركية المفروضة، بدءا من منع استيراد الكواشف الضرورية للعمل والحيوانات المعدلة وراثيا وصولا إلى الإقرارات البيروقراطية البسيطة التي تتطلبها الوزارات المعنية. يقول العلماء الأوكرانيون أنه بدلا من نشر المقالات في المجلات الدولية الراقية يضطرون إلى كتابة القصصات. جعل المستوى العلمي الأوكراني قادرا على المنافسة مقارنة بتطور العلم في الدول المتقدمة الأخرى هو الهدف الرئيسي للإصلاح، بالإضافة إلى تحسين التقنيات الحالية واستخدام الإنجازات العلمية الجديدة والتبادل العلمي الدولي. تلك هي العوامل التي ستساعد أوكرانيا على تطوير الإمكانات التقنية العلمية في سياق عمليات التكامل العالمي.